كيف يعاد هندسة المنطقة بأي طريقة؟ طبعا كما تعرفون أنه نتنياهو منذ سنوات وهو يتبنى رؤية أقنع فيها الأمريكان والأوروبيين وكثير من قادة المنطقة بأنه لا يجوز أن يشترط حل القضية الفلسطينية حتى يمضي في التطبيع والانخراط في المنطقة. ومؤخرا استطاع في إطار ما يسمى بالاتفاقيات الإبراهيمية أن يضع أسسا جديدا للمشهد في المنطقة، يقوم على إعادة تعريف الأعداء والأصدقاء والمصالح وغيرها، وبالتالي هو يهيئ المسرح في إطار الانسحاب المتوقع كان للولايات المتحدة الأمريكية ولو جزئيا للتفرغ للمعركة في الصين، أن يستعيد هو أو أن يكون هو شرط المنطقة بعد تراجع الأمريكان ولو جزئيا. هذا المشهد كان مبني على إعادة يعني رسم المشهد والموروث الحضاري. لم يعد هناك أمن قومي عربي مشترك، لم تعد هناك الدول العربية والأمة العربية والأمة الإسلامية. الذي أصبح طاغيا هو المصالح الشخصية أو المصالح الوطنية حتى لو كان على حساب أمن ومستقبل المنطقة. ولذلك وكانت على وشك الأمور يعني قطعوا شوطا في هذا الاتجاه، وهناك أربع دول عربية وقعت هذه الاتفاقيات وكانت على وشك أن تمضي هذه المسيرة لتوقع دول كبرى في المنطقة هذا الاتفاق، ومن وراء عشرات الدول كانت تنتظر. جاءت 7 من أكتوبر لتضع حدا لهذا التدهور أو لشق القضية الفلسطينية.